طيب النهارده في جوله جديده من مباريات كاس الامم الساعه 4. المباراه كلها هتبقى الساعه 4 والساعه 7 والساعه 10 بتوقيت القاهره. الساعه 4 كانت في مباراه ما بين السنغال وجامبيا. المباراه يمكن زي ما انتم شايفين على الشاشه السنغال متقدمه بهدفين مقابل لا شيء، والسنغال كلنا عارفين طبعا هي حامله اللقب، والهدف الاول جه عن طريق بابا جي رقم 4، والهدف الثاني جه عن طريق لامين كامارا. السنغال حامله اللقب بتلعب مباراه قويه جدا مع جامبيا. المدير الفني لمنتخب جامبيا لما اتسال امبارح في قناه سبورت الفرنسيه على مشوار البطوله قال انا اصعب مباراه عندي في المجموعه مباراه غينيا، وكانه هو شايف انه ماتش السنغال ماتش الكاميرون يعني انت بتلعب مع منتخبات كبيره فلو خسر ده طبيعي، فهو عايز يلعب مباراه غينيا ويكسب عشان على الاقل ينافس على افضل توالي. طيب الساعه 7 في مباراه الكاميرون وغينيا، والمباراه دي اكيد هيكون فيها اهتمام لان عندنا طاقمين او طاقم تحكيم مصري على تقنيه الفيديو الفار محمود عاشور ومحمود البنا. والساعه 10 مساء الجزائر مع انجولا، دي مباراه في المجموعه الخامسه، والجزائر وانجولا بتضم معاهم بوركينا فاسو وموريتانيا. خدوا بالكم السنغال جامبيا الكاميرون غينيا دي بتتلعب في استاد تشارلز كونان في ياماسوكو، ده العاصمه الاقتصاديه للكوت ديفوار. الجزائر انجولا بوركينا موريتانيا ده استاد السلام في مدينه بواكيه، مش استاد السلام اللي في مصر، هو نفس الاستاد بس بالمسمى الفرنساوي ترجمته السلام، فده في مدينه بواكيه. المباراه دي على فكره الجزائر وانجولا مباراه قويه جدا، هيديرها حكم سنغالي عيسى سي ومعاه على الفار الجابوني بيير اتشو. تعالوا بقى لمباريات بكره وجوله مباريات بكره وحكام مباريات الغد، لان حكام مباريات الغد فيهم طاقم مصر بالكامل في مباراه فيها اثنين من نجوم المنتخبين سواء مالي او جنوب افريقيا، فالمباراه هتحظى باهتمام كبير جدا من الجماهير المصريه. بيرسي تاو في مواجهه اليو ديانج، وطاقم المباراه طاقم الحكام اللي هيدير المباراه طاقم تحكيم مصري، محمد عادل ابو الرجال، احمد حسام طه، وامين عمر حكم رابع. تعالوا نبص كده على الاطقم التحكيميه اهي. ماتش مالي وجنوب افريقيا بكره الساعه 10، طاقم مصري عادل ابو الرجال احمد حسام طه، وعلى الفار الجزائري لحلو بن براهيم. لو تبصوا على مباراه بوركينا فاسو وموريتانيا الحكم المغربي جلال جيد، وعلى الفار التونسي هيثم كيرات. تروح لمباراه تونس وناميبيا وكل التوفيق يا رب لعلي معلول، بكره المباراه دي هتكون الساعه 7، حكم من الصومال عمر قرطان هو اللي هيدير المباراه، وعلى الفار دانييل لاري. دانييل لاري طبعا مش هزيد بقى في كلام الحكام والتعيينات، امبارح احنا شرحنا كلام مهم جدا على موضوع تعيينات حكام افريقيا.